جوانا كركي تسخر من نزار أبو حجر، الشحاد عنده كرامة أكتر، فقد أعصابه على الهواء وما حصل صادم. عطينا يعني هي تكمل لنا أحيانا. خمس ليرات طمينا برا البيت. أحيانا ما يكون معه. علقت الممثلة اللبنانية جوانا كركي على استخدام بعض الممثلين لتطبيق تيك توك، وذلك من خلال ظهورها في برنامج البوصلة برفقة الممثل السوري نزار أبو حجر. وفي التفاصيل قالت جوانا استخدام التيك توك هو عبارة عن شحادة مصاري والناس بتشوف الهبل، وأكملت كلامها موجهة الحديث للممثل السوري: ليش اتجهت لتيك توك؟ أنت اسم كبير أكبر بكتير من هالتطبيق. ليرد عليها بكل هدوء: شوفيني كيف بطلع لايف، بعمل جو وبعمل فرق. أنا بعتبر حالي كل يوم عم بعمل لقطة مسرحية أو لقطة سينمائية. لتقاطعه جوانا قائلة: أنا بشوفه قلة احترام، وللصراحة بشوفه شحادة مصاري، وما تزعل مني، بس أنا بشوف الشحاد يلي بالطريق عنده كرامة أكتر من يلي بيطلع لايف على تيك توك. وهذا ما أفقده أعصابه، فرد عليها بنبرة عالية: أوعك، ديري بالك، أنا عم أطلع لأشبع رغبتي. تفرجوا على الهبل يا استاذ صراحه. هلا شوفوا شحاده مصاري من الله ما يقلعوني من التيك توك. واثار سابقا الممثل السوري نزار ابو حجر حاله من الجدل بين الجمهور بعد حديثه عن امتلاكه قدرات كونيه خارقه وقدرته على رؤيه اشياء من الغيب والمستقبل ولا يمكن للغه ان تصفها. وقال ابو حجر خلال استضافته في برنامج شو القصه ان لديه القدره على رؤيه صور واشياء من الغيب، معتبرا ان هذا الامر اهم كثير بالنسبة له من التمثيل. عم شوف معالم الكون يلي اختص. خليكي معنا اللي عم يسمعنا الليلة ممكن يقول هذا الإنسان. وأضاف أبو حجر: سيقولون عني مجنون، ولن يستطيع أحد تفهم أفكاري إلا من خلال اتباع المنهج الذي أسلكه، وهو الذي يكشف سرا تلو السر، وهو أقوى من الحدث، رافضا الكشف عن الحالات التي يشاهدها ويعيش فيها. وبسؤاله عما إذا كان يدعي النبوءة قال الممثل السوري: أي إنسان بسيط إذا اتبع هذا المنهج يستطيع رؤية هذا الأمر، متابعا بأنه يساعد الناس بالقدرات الخاصة التي خصه الله بها. وبيّن أبو حجر أنه يعيش حالة الموت ويدعو الله أن يحبب الموت به، بحكم أن الذي يتمنى الموت هو مؤمن ويرى جنته التي تساوي حياته مليون مرة. شوف عصام، كل واحد بشخصيتنا